السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة والتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة تسمى بسورة التين وتسمى بسورة والتين، يعني بإضافة الواو، وهي سورة، أي هذه السورة سورة والتين والزيتون، هي سورة مكية. وفي قوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين هي هذا اللي أقسم الله به، أو أن أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة الكريمة مقسما بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. وقال بعضهم أن القسم بماذا يقسم الله؟ بشجرة التين وما فيها من الفوائد، والزيتون كذلك وما فيه من الفوائد. وقد ذكر ابن القيم وغيره من العلم في القديم والحديث فوائد هاتين الشجرتين. فالله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة مقسما بالتين والزيتون، وفي ذلك إشارة إلى الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث عيسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك مقسما بجبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى صلى الله عليه وسلم. وجبل سيناء هو المقصود في قوله تعالى: وطور سينين، يعني الطور هذا هو اسم جبل مخصوص، وسينين لغة في سيناء، وهو اسم للمكان الذي به الجبل الذي كلم الله عليه موسى صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا الجبل بهذا الاسم، جبل الطور، سمي بطور سينين لحسنه أو لبركته أو لنباته. وأصل طور يدل على امتداد في شيء. فالله سبحانه وتعالى أقسم أيضا بالبلد الأمين، الآمن، وهي مكة شرفها الله تعالى، والتي بعث منها محمد صلى الله عليه، بعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام. فالله أقسم أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأعدل هيئة، وهذا جواب القسم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالتين ويقسم بالزيتون وبطور سينين، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه الدال على عظمته. بخلاف المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، لأن من حلف بغير الله كما قال صلى الله عليه وسلم فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أيضا أن يحلف الشخص بأبيه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالشرف أو الأمانة أو بأبيه أو غير ذلك، أو بالنبي أو غير ذلك. أما الرب سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى من ضمن القسم أقسم بالبلد الآمن، البلد الأمين، مكة. إذن فالله أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وأعدل هيئة، منتصب القامة، فهو يختلف عن غيره
من المخلوقات، فتجد بعض المخلوقات رأسه إلى الأسفل، أما الإنسان فرأسه إلى الأعلى، فهو منتصب القامة سليم الفطرة، ثم هو يرده تعالى إلى نار جهنم إن كفر بالله. وهذا معنى قول الله تعالى: ثم رددناه، أي الإنسان، أسفل سافلين، يعني معنى ذلك إن كفر بالله أدخله الله أسفل سافلين في النار. والإنسان هو المتسبب في هذا، لأن الشخص إذا مال وزاغ عن طريق الله فإن الله يزيغ قلبه، بخلاف الذي يطلب الهداية ويتطلع إليه فإن الله يوفقه. ولذلك قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فالله تعالى في جواب القسم قال سبحانه وتعالى عن الإنسان أنه يرد أسفل سافلين، يعني إلى النار إن كفر بالله. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، هؤلاء يخرجون من هذا الوعيد، وإنما لهم أجر كامل غير منقوص ولا مقطوع. ثم وبخ الله تعالى المشركين على التكذيب بالحساب والجزاء بعد ظهور الدليل عليه، فالله تعالى يقول: فما الذي يجعلكم أيها الناس، أيها الخلق، تكذبون بيوم القيامة يوم الدين بعد الذي ترونه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالله وبخ المشركين على التكذيب بالحساب والجزاء بعد ظهور الدليل عليه، فقال: فما الذي يجعلك تكذب أيها الإنسان بحساب الناس على أعمالهم بعد موتهم، أليس الله بأعدل العادلين في حكمه بين عباده؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى أقسم بالتين وأقسم بالزيتون، وفي ذلك إشارة إلى الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث عيسى صلى الله عليه وسلم. وأقسم بطور سينين، وهو جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأقسم سبحانه وتعالى بالبلد الأمين، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد القسم بالأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث عليه عيسى عليه السلام وأنزل عليه فيها الإنجيل. وممن ذهب إلى هذا القول، يعني هذا قول ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: التين والزيتون هي الأرض التي بعث فيها المسيح، وكثيرا ما تسمى الأرض بما ينبت فيها، فيقال فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك، ويراد الأرض التي فيها ذلك، فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها. وفي قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، فالله أقسم بالبلد الآمن وهو مكة، شرفها الله وحرسها الله، وهي مكة التي يأمن فيها من يحل فيها من البشر وغيرهم، كما قال تعالى عن الحرم: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله امتن على الكفار في ذلك العصر أن الله جعل الحرم آمن بخلاف غيره من المدن التي حول الحرم، فهي لا تأمن، ليس لا يأمن فيها الإنسان. فالله تعالى قال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم جواب القسم قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدل هيئة، كما تقدم منتصب القامة متناسب الأعضاء على الفطرة السليمة، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله كرم الإنسان وخلقه في أحسن تقويم. ثم قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي الإنسان رددناه بعد موت للنار إن لم يطع الله ويتبع الرسل
ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. ثم قال سبحانه وتعالى: فما يكذبك أيها الإنسان بيوم القيامة، أي فما الذي يجعلك تكذب أيها الإنسان بأن الناس يحاسبون على أعمالهم ويجازون بها بعد الحجج التي بيّنها الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي يعني أليس الله هو أعدل العادلين في حكمه بين عباده، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فالمعنى في هذه الآيات التي سلفت وأقسم الله سبحانه وتعالى بها معناها أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وفيها من الفوائد في قوله تعالى: ثم رددناه، يعني الإنسان إن كفر بربه أن الله يرده إلى أسفل سافلين، أن في هذه الآية من الفوائد أن بعض أهل العلم قال أن الله سبحانه وتعالى يجري عمل الشخص، مثلا إذا كبر عمره أن الله يجري له عمله ويجعل عمله غير ممنون غير منقطع. كيف ذلك؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا وهو في حال شبابه ونشاطه وقوته مثلا يصوم مثلا صيام النوافل كالاثنين والخميس مثلا كالأيام البيض، وكذلك يصلي من الليل، وكذلك عنده أعمال صالحة نوافل، ثم كبر سنه واشتعل رأسه شيبا وضعف عظمه، فإن الله سبحانه وتعالى وهو في هذا الحال أو مرض أو سافر فإن الله يكتب له أجر العمل. هذا فضل من الله، يكتب الله له أجر العمل. هو يصلي من الليل يوتر ثم سافر، ولو لم يصلي من الليل يوتر يكتب الله له أجر الوتر، أجر العمل، كأنه عمل. وكذلك مثلا كبر سنه ولم يستطع، ضعف عن الصيام أو ضعف عن القيام، يكتب له الأجر إذا كبر سنه وهش عظمه. وكذلك إذا مرض حتى لو كان سنوات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من خلقه وسبحانه وتعالى وهو الكريم. فقال سبحانه وتعالى: ثم رددنا أسفل سافلين. وفي قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول ابن القيم رحمه الله: ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة، ختم سبحانه السورة به، يعني أن الله أحكم الحاكمين. وهذا تقرير لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد، وأن الناس يبعثون من قبورهم يعني، وحكمه يتضمن نصره لرسوله عليه الصلاة والسلام على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره، لأنه لا بد أن يحكم شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره، وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه، وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم ونقله في أطوار التخليق حالا بعد حال إلى أكمل الأحوال، لأنه في بطن أم هذا الإنسان يتنقل من طور إلى طور، كما تقدم أنه من نطفة ثم يتحول إلى علقة، ثم العلقة تكون لحم، ثم هذا اللحم يكسب العظام فكسر العظام لحما، ثم يخطط هذا الجنين في بطن أمه فيوضع له سمع وبصر، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هدنا نجدين، ثم يرسل إليه ملك يمر بهذه الأطوار في بطن أمه، ونقله في أطوار التخليق حالا بعد حال إلى أكمل الأحوال. فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها
وأتم معناها. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من حكمته، لأنه يضع الشيء مواضعها سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتيه شخص كافر به، كافر بالله العظيم، وشخص مسلم لله رب العالمين، قانت لله رب العالمين، ويجعل كلاهما في الجنة، لأن الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يضع المسيء في النار كالكافر مثلا، ويضع المسلم المؤمن في الجنة، لأنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا يستويان الذي هو قائم بالليل وقانت متعبد لله ويخاف من الله سبحانه وتعالى، ما يقارن بالشخص الذي هو نائما على الفراش وهكذا دواليك. إذن هذا هو اختصار إجمالي لمعنى هذه السورة العظيمة الجليلة. وهناك حديث لكنه ضعيف، وهو أن بعض الناس إذا سمع قول الله تعالى أو قرأ قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن هذا الحديث فيه مقال كما قرر ذلك أهل العلم، يعني ضعيف. فهذا هو مختصر إجمالي لهذه السورة العظيمة الجليلة: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الآيات إلى آخرها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحاب أجمعين.